ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده توتوريال جديد، فيديو تعليمي جديد، هو حركه الباك دايف او الباك هاند سبرينج، ايا كان بتقولوا عليها ايه، او بالعربي يعني الشقلبه الخلفيه على الايد. فتعالوا نشوفها الاول ونبدا في الشرح، بس الاول نقلع الجاكيت، يلا بينا. طيب زي ما متفقين، الحركه متقسمه لثلاث اجزاء: الطلعه اللي هي التيك اوف، اللفه اللي هي الروتيشن، والنزله اللي هي اللاندنج. اول خطوه نبدا بيها هي طبعا الطلعه، ودي سهله جدا في الحركه دي. كل اللي بنعمله ان احنا بنبقى واقفين بالوضع ده، ايدينا قدامنا، اوكي، زي فاكرين وضع البريسيجن اللي كنت شرحته في الفيديو بتاع اسهل خمس حركات باركور. اللي ما شافوش يعني يبص فوق في الاي ويخش يتفرج عليه. المهم يعني نرجع بقى لشرحنا، بنقف ايدينا قدامنا وبننزل برده نجمع الباور، نعمل كده الزاويه دي وايدينا ورا، بس بنحذف كده كده لورا. بس وضعنا في الحركه دي بيبقى مختلف شويه. ازاي يعني؟ انا الحركه دي مش هينفع ان انا انط فيها جامد، ما ينفعش انط فيها. لو نطيت هعلى عن الارض فايدي مش هتوصل للارض. فزي ما قلنا احنا مش هينفع ننط، لو نطينا هنطلع فوق فهيبقى في حمل على ايدينا، فاحنا النط هنا على قد جدا. فبنعمل ايه في الخطوه الاولى؟ ان احنا زي ما قلنا بنقف كده وبنعمل الوضع ده كده، اللي هو ايه، زي البريسيجن اللي احنا هننط بالشكل ده، او زي الباك فليب، او زي اي حركه شرحتها. النط العاديه يجي قدامي، لما بنزل بجمع الباور عشان انط ايدي تبقى ورا وبحذفها لفوق، اوكي. دي الخطوه دي عاديه في اي حركه، في اي تيك اوف حركه في الدنيا. بس في الباك دايف بقى احنا بنقف برده ايدينا قدامنا، ولما بنيجي نجمع الباور وبنرجع ما بننطش بقى، بنرجع على وضع كده اكننا هنقعد على كرسي، ان احنا بنقف وبعد كده بنعمل كده وترجع، اوكي. ده كده اول خطوه، هوريها لكم برده في سلو موشن عشان تفهموا اكتر. وكده كده الخطوه دي ما فيهاش اي تعقيد، سهله جدا. كل اللي بنعمله زي ما قلنا، بنعمل ايدينا كده وبننزل وضع الكرسي، وما بنكملش الطلعه لفوق، بنكملها لورا. تعال نبص في سلو موشن عشان تخش في الخطوه الثانيه وهي اللفه، يلا بينا. الخطوه الثانيه هي اللفه اللي هي الروتيشن. اللفه بتيجي ازاي؟ احنا هنأول هنعمل خطوه اللي هي الباك رول، هنعمل دحرجه بس للخلف لورا يعني. بتبقى ازاي؟ هنعمل الوضع اللي احنا قلنا عليه في الاولاني، اللي احنا بنقف كده وبننزل بعد كده وبنطلع بالشكل ده. تاني هنقف كده نعمل وضع واحنا قاعدين، ننزل رول ونقوم نزق بايدينا. دي اول خطوه في اللفه عامه. الخطوه دي مهمه جدا ليه؟ عشان هتعودنا ان احنا نلف لورا من غير ما نخاف او نتوتر او كده. الباك رول ده طبعا نعمله من غير نط، احنا بس بنسيب، احنا بنعمل الوضع اللي احنا قلنا عليه وبنسيب جسمنا يلف لورا وبنسند بايدينا. تعالوا برده نشوف اسلوب موشن عشان تفهموا اكتر، ونرجع نكمل شرح في الخطوه الثانيه برده. طيب خطوه الباك رول او الدحرجه اللي على الارض دي من غير اي جامب هتفيدنا جدا في اللفه. واهم حاجه ان احنا بنزق بايدينا لما نلف ونقفل دقننا ونعمل دحرجه. طبعا اهم حاجه زي ما اتفقنا لازم تكون ارض سوفت عشان خاطر نتجنب كل الاصابات ومحدش يجرى له حاجه بعد الشر يعني. الخطوه دي بقى هتنقلنا لخطوتين، طبعا لازم نعملها كتير جدا عشان جسمنا ياخد على اللفه اللي ورا. هتنقلنا لخطوتين، خطوه ان احنا هنجيبها مسروقه شويه شيت كده، دي كنت شرحتها في الفيديو بتاع اسهل خمس شقلبات، ممكن تعلمه لوحدك. برده تدوس على الاي فوق عشان خاطر تخش تشوف الفيديو، هحطه لكم فوق يعني. عشان كده كده الحركه في الفيديو ده كانت اسمها الايزي باك او المكاكو، بخشوا اتفرجوا عليه عشان دي هتفيدكم جدا في الباك دايف. الطريقه بقى الاولى اللي احنا هناخدها شويه من المكاكو او الايزي باك، هي ان احنا هنعملها بالجنب شويه، نسرقها شويه. ازاي؟ ان انا دلوقتي لما اجي هعملها ايدينا كده، وبدل ما هنعملها ونرجع لورا، لا هنعملها بالجنب شويه، بحيث ان هو يبقى بالشكل ده، اللي هو ده الشكل بتاعها. طبعا انا من مدرسه الحاجات اللي احنا ممكن ايه في الاول يعني نسرقها شويه، طبعا بالتكرار هنبتدي نتمكن منها فننضفها. عشان انا ده كان يعني ده كان اسلوبي في التمرين عامه في الباركور من ساعه ما بدات، عشان اوريدي انا ما كانش عندي مدرب او كوتش او حاجه، فالموضوع كان خد مني طبعا وقت طويل. بس انا دلوقتي بوصله لكم بحاجه بسيطه جدا، بطريقه انا جربتها ذات نفسي ونفعت معايا. ان انا سيبك من كلام الناس ان انت ايه ده، لا ده انت بتعملها بالجنب، ده انت بتعملها مسروقه، ده انت بتعملها بدايركشن غلط. سيبك من الكلام ده، انا مش بشجع كده. ممكن يكون ده بالنسبه للناس صح او غلط، انا ماليش دعوه، انا بقول بطريقتي اللي انا اتعلمت بيها ووصلت الحمد لله ان انا اتمكن من الحركه. وبرده كده كده الطريقه الثانيه هشرحها لكم وقدامكم بقى، يا دي. المهم نكمل بقى في اللي احنا كنا بنقول. هنبتدي ان احنا ناخدها خطوه خطوه بالجنب لحد ما تيجي، بدل ما انا بقيت اعملها مثلا بالجنب شويه، بعد كده لفوق شويه، بعد كده هجمد قلبي واشد جسمي واعملها لورا، فاهمين حاجه؟ فتاني احنا بنقف اهو، هننزل نجمع باور نطلع بالجنب عادي، مفيش اي مشكله. خطوه مع الثانيه هنبتدي ايه نتعود عليها. واهم حاجه كده كده في الخطوه دي، سواء ان احنا نعملها
بشكل مسروق شويه ونقرر كتير لحد ما نتمكن منها ونعملها بالبيرفكت فورم او بالشكل الصحيح او بالطريقه الثانيه. في الحالتين لازم رجلينا نكون شدينها, ولما نسيب الارض نفرد مشط رجلينا بحيث ان احنا لازم تكون رجلينا جنب بعض وفي نفس الوقت شادد مشط رجلي بالشكل ده. فقعد ممكن ينط مثلا بالشكل ده, لا انا عايزك تبقى طالع بتنط فارد مشط رجلك كده بالشكل ده, ان انا مشط رجلي اهو مش كده, لا انا مشط رجلي كده. لما هفرد مشط رجلي هيفرد لي رجليا كلها, هيبقى شكلي حلو في الجو. نشوف بقى في الخطوه اللي هي المسروقه دي بقى كده واحده سلو موشن عشان نخش في الطريقه الثانيه. الطريقة الثانية هنستعين طبعا بحد معانا, هنعتبر بقى انت الشخص ده عشان انا هشرح لكم على الشخص ده, فلازم انا الحد اللي انت هتستعين بيه عشان خاطر يساعدك انك تعملها بطريقة صحيحة مش مسروقة. فتعالوا اوريكم بقى ازاي. هنعتبر ان انت كشخص دلوقتي بتتعلم, هتطلع وضع القبة البريدج اللي كلنا عارفين اللي كنا بنعمله احنا عيال صغيرين, اطلع بالشكل ده. طبعا هنبقى قافلين رجلينا وهنبتدي نزق بايدينا, وانا هساعد الشخص بقى اللي هيبقى معاك ده, لازم يبقى قوي شوية وفاهم وهيساعدك بالشكل ده. طبعا الطريقه دي حلوه جدا برده, هتعلمكم ان انتوا لازم يبقى معاكم شخص يبتدي يجيب وسطكم ورجليكم ويساعدكم عشان طبعا مش هيبقى في باور ان انتوا تجيبوها. الطريقه دي ممكن تكرروها كتير جدا, لازم يبقى معاكم حد برده فاهم شويه, لازم يبقى معانا مراتب عشان ما حدش يتعور وتشد جسمنا كويس. شوف بقى الطريقه اللي احنا مثلا ممكن نسرقها شويه وتكررها كتير لحد ما تمكن منها تمشي معاك. تمام الطريقه دي تمشي معاك, تمام اتس اب تو يو, دي حاجه ترجع لك. تعال نشوف سلو موشن الاول برده وبعد كده نخش في الخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه والاخيره كالعاده زي ما متعودين ان احنا لازم ننزل على مشط رجلينا. مشط رجلينا زي ما قلت في كل فيديوهاتي ان هي بتبقى هنا, مش لازم ترطيف صوابعي, لا هنا. وفي نفس الوقت انا ببقى نازل, انا بفرد مشط رجلي وبفرد رجلي وانا في الجو, بس وانا نازل ما ببقاش نازل بقى اللي هو مفرده عشان ده غلط على الركب, لا انا ببقى نازل برده بالوضع ده. ليه؟ عشان لما نبقى نيجي نعد منها كتير لازم يبقى عندك الزاويه اللي هتوديك تاني, عشان انت لو نزلت المفروض هتنط ازاي في اللي بعدها, فلازم تبقى نازل بالوضع ده عشان تاخد اللي بعدها او تاخد مثلا منها باك فليب. لازم تشد رجلينا كويس, ولازم ايدينا برده, ما انت خلي بالك اي حاجه بتلمس الارض من جسمك لازم تبقى مشدوده عشان انت جسمك تقيل, فلازم تكون شادد ايدك ورجلك وعاملهم بالزاويه دي. ايدينا برده لازم من عند كوعنا لازم تبقى متنيه عشان ايديا لما تلمس الارض يبقى في مساحه ان انا ازق, ما ينفعش تبقى مفروضه على الاخر عشان خاطر لو اتفردت على الاخر زي ما بنعمل مثلا وضع الضغط, ان انا ايديا تبقى كده. لو انا كده مش هعرف اعمل ضغط, انما لو كده هعرف انزل واطلع, هعرف انزل واطلع. فهي نفس الفكره ان انا لما بعملها ببوش بزق عشان خاطر توديني لورا, فلازم نشد جسمنا جامد واحنا باللاند زي ما قلنا اللاند كده عشان خاطر ما حدش فينا يحصل له حاجه ونعرف نلاند بشكل صحيح. تعالوا بقى اوريها لكم بكذا شكل مختلف في السلو موشن عشان تفهموا اكتر. وطبعا زي ما انتم شفتوا حركه الباك دايف انا دخلتها في كومبو, ان احنا عملنا قبلها راوند اوف بعد كده باك دايف بعد كده باك فليب, فكده احنا جمعنا كومبو من كل الحركات اللي انا علمتها لكم عندي على القناه. وانا لسه ما عملتش شرح لحركه الراوند اوف, بس لو عايزين فيديو شرح لحركه الراوند اوف اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا اعمل لكم كده كده فيديو عشان تعرفوا تعملوا الكومبو ده. والباك فليب هحطه لكم برده في الاي فوق عشان خاطر تخشوا تتفرجوا عليه, بحيث ان انتم مثلا ممكن تعملوا باك دايف لوحدها في باك فليب او راوند اوف باك دايف باك فليب وهكذا. الحركه دي بنستخدمها في حاجات كتير جدا, وكل ما هتكرر اكتر وتاخد بالك على نفسك وتعملها في مكان امن كل ما هتتعلم اكتر. وبكده نكون خلصنا شرح حركه الباك دايف او الباك هاند سبرينج. ثانيه واحده معلش يا جماعه, اضطريت البس الجاكيت بقى عشان الجو برد, احنا في الشتاء وكده يعني. واتمنى يكون عجبكم الفيديو, يا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك, تكتبوا كومنت لو عايزين اشرح لكم حركات ثانيه اكتبوا لي تحت في الكومنتس يعني, واشتركوا في القناه تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل الجديد. وبس كده اشوفكم فيديو جديد, سلام.